19 سبتمبر 1926 هو تاريخ افتتاح أعرق واحد من أعرق الملاعب في أوروبا، ملعب سان سيرو أو جوسيبي ميادزا مثل ما يحبون يسمونه، الانتراوية اللي يتسع لأكثر من 80,000 متفرج. صمم الملعب على يد المهندس المعماري أوليسي ستاكيني وأشرف على التشييد المهندس المدني ألبرتو كوجيني على نفقة رئيس اي سي ميلان وقتها بيرو بيريلي. سان سيرو سمي باسم سان سيرو نسبة إلى اسم كنيسة موجودة في نفس الحي، كان مصمم على الطريقة الإنجليزية في مدرجات قريبة من الملعب. أحد أسماء الملعب هو جوسيبي ميادزا. جوسيبي ميادزا منه هو هداف تاريخي، هداف عريق، هداف نادر، لعب من عشرينيات إلى أربعينيات القرن الماضي ما بين الميلان والإنتر، علشان كذي سموا الملعب باسمه، وحقق كأس العالم 34 وحقق كأس العالم 38 مع إيطاليا، من البطولات الكبيرة اللي لعبت في ملعب جوسيبي ميادزا مونديال 38 وكأس الأمم الأوروبية 1980، بالإضافة إلى كأس العالم 90 اللي خذتها ألمانيا على حساب الأرجنتين في النهائي، بلنتي بريما وبكاء دييغو أرماندو مارادونا. هذه قصة ملعب سان سيرو أو جوسيبي ميادزا الخاص بناديي الإنتر والأي سي إيس ميلان في مدينة ميلانو. في 19 سبتمبر عام 63 يصادف ميلاد حارس إنجليزي مخضرم يدعى ديفيد سيمن، والكل يعرفه، لعب 75 مباراة مع منتخب الأسود ويعد ثاني أكثر حارس تمثيلا للمنتخب الإنجليزي بعد بيتر شيلتون. ولد سيمن في روثرهام ويست ريدينغ أوف يوركشاير، التحق بمدرسة كيمروث الشاملة. بدأ مسيرته الرياضية في نادي ليدز يونايتد، بعدين لعب في نادي درجة رابعة مقابل 4000 جنيه استرليني، بعدين راح برمنغهام كيو بي آر، مثل المنتخب لأول مرة مع بوبي روبسون المدرب الشهير أمام المنتخب السعودي سنة 88، هو أول حارس إنجليزي تصدى لبلنتي في تاريخ كأس العالم، وكانت هذه الحادثة عام 98 في مونديال فرنسا أمام كريسبو الأرجنتيني. 2003 سيمن حارس أرسنال كان عمره 40 سنة، تصدى لكرة صعبة في المباراة أمام شيفيلد يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي أعرق بطولات العالم وأقدمها. مباراته كانت رقم 1000، كانت تصدي مستحيل وغريب، وكان متقدم أرسنال 1-0 وباقي 10 دقائق على نهاية المباراة. التصدي وصفه بيتر شمايكل بأنه هو التصدي الأجمل والأصعب في تاريخ الكرة، أو اللي شافته عين بيتر شمايكل يمكن توافقون الرأي. بنحط لكم اللقطة، لقطة التصدي الصعبة والغريبة. المدرب جورج غراهام هو من أتى بديفيد سيمن إلى أرسنال 1,300,000 جنيه استرليني، وكان هذا الرقم وايد عالي لحارس مرمى إنجليزي. ديفيد سيمن لما سجل عليه رونالدينيو هدف البرازيل في 2002 قال أنا يعني على كثر فرحتي، على كثر ألمي أني سجلت هدف مثل هذا من كرة ثابتة بعيدة، سجلت بطريقة غريبة ظهرت ديفيد سيمن بشكل يعني مو حلو، وهو حارس عريق وحارس كبير في تاريخ أرسنال وتاريخ إنجلترا، اللاعب الحارس المعروف في ربطة شعره، المعروف بالشنب، الحارس الكبير. ديفيد سيمن هو قدوة لكثير من الحراس، يملك قامة طويلة، يملك ردة فعل، يملك سجل حافل في التصدي لعديد من كرات كبار اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. A surprise, surprise goal from the Brazilians. A rueful moment for Seaman. And England must come from behind somehow. And the two most surprised people there, Clive, the goalkeeper. 19 سبتمبر 2007
هو يوم إعلان رحيل جوزيه مورينيو عن تشيلسي في فترته الأولى. جوزيه مورينيو رحل لخلافات مع رومان أبراموفيتش المالك الروسي لنادي البلوز في لندن. أتى من بورتو عام 2004 بعد تحقيقه اليوروبا ليج والموسم اللي وراه حقق الشامبيونز ليج. بعد الشامبيونز ليج مباشرة ذهب إلى لندن 2004 والمؤتمر الصحفي الشهير اللي قال لا تحطون بالكم أني أنا مغرور لكن أنا أحس أني شبيش الول. بعدين أخذت الصحافة هذا اللقب صار ملتصق بجوزيه مورينيو طوال مسيرته حتى يومنا هذا. حقق مع تشيلسي بطولات تاريخية كدوري 2005 دوري 2004 دوريين وراء بعض 2004-2005 و2005-2006 وهالدوريين حققهم بعد 50 سنة من تحقيقهم الدوري الأول. فخمسين سنة تشيلسي لم يحقق الدوري الإنجليزي الممتاز، أتى مورينيو ليحقق لهم هذه البطولة. يعني إنجاز مثل هذا أو دوري هو بطولة مهمة لأي فريق، ولما حقق كأس الاتحاد الإنجليزي يقول حسيت إيش كثر هذه البطولة مهمة اللي في إنجلترا بالتحديد لعراقة هذه البطولة وأصالتها في تاريخ كرة القدم. كانوا من أنجح المدربين اللي مروا على تشيلسي لأن خلال ثلاث سنوات حقق ست ألقاب ولم يهزم على أرضه، ما انكسر رقم الهزيمة على أرضه إلا مع ريال مدريد. وبعد مدة طويلة جوزيه مورينيو يفتقد أي فريق يرحل منه في غرفة اللاعبين. جون تيري قال نفتقد، لازلنا نفتقد جوزيه مورينيو في غرفة اللاعبين بعد رحيله بأكثر من سنة إلى أن اعتزل جون تيري. كل نادي يملك قلوب لاعبينه وجماهيره ويملك الحقد والكراهية من الخصوم. جوزيه مورينيو له تعامل خاص مع الأندية اللي يدربها، له تعامل خاص مع الصحافة، كاريزما خاصة، مدرب لن ينساه عشاق كرة القدم. 19 سبتمبر 2007 يوم رحيل مورينيو عن تشيلسي. Your team are now the champions of England. You said you were the special one. Does this prove it? No, our group is a special group. Our group is a special group. They deserve this. I think nobody speaking with fair and sense can say we don't deserve this title because we did it absolutely magnificent. Absolutely magnificent. The players, they deserve this more than.